بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأخصائي علاج طبيعي محمد المواش. اليوم احنا ما شاء الله في مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل لليوم العالمي للصحة لذوي الإعاقة، وعندنا هنا ركن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل يبين لنا الأدوار الفعلية الملموسة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ودور العلاج الطبيعي بالتعامل معهم، أولا من ناحية معرفية تعريف قسم العلاج الطبيعي بالأقسام أو الأدوار اللي يشتغلون معها العلاج الطبيعي، وهم على شقين. الشق الأول للإصابات المباشرة، للحوادث مثلا أو للكسور، للإصابات الرياضية، ومن الشق الآخر أيضا للإعاقات أو الأمراض المزمنة مثل متلازمة داون أو مرضى التوحد، ودور العلاج الطبيعي لكل من هالأقسام وكيف طريقة التعامل معهم من ناحية معرفية ومن ناحية تطبيقية لدور أخصائي العلاج الطبيعي وقسم العلاج الطبيعي والتأهيل بشكل عام.